بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. اليوم جاي غادي ننظف معاكم ونرتب معاكم بيت الخزين ديالي، او بيت غرفة المؤونة. كتشوفوا هاد النهار معاك، كنت كنصاوب داكشي التحضيرات ديال رمضان، كلشي داكشي على بعضياته. مسخر بنتي وهذا سيدي الشيبي وهذا، ترون البيت شوية. دابا غادي ننظفو، غادي نوريكم ننظف البيت ونوردها. غادي نوريكم بحالاش دايره دابا، بحالاش مرونه. غادي نوريكم بحالاش غادي نقادها. هانتوما كلشي مرون، شتو كلشي مرون. هانتشوفو الكونجيلاتور تحت الغطا ديالو ما مقادش عليه. غادي نغير شي حوايج من الاماكن ديالهم، غادي نعاود له الترتيب. وغادي نرجعوا لبعضياتنا. حبيباتي هاني رتبت البيت ديال الخزين ديالي، قديتو حاولت ندير الحوايج اللي التاريخ ديالهم قرب ينتهي، درت مقده، والاشياء اللي التاريخ ديالها باقي بعيد درتها اللور. نوريكم بحالاش الفوق دايره داكشي ديال دوك اللي بغات فيهم داكشي ديال الروريت، راكم في الفيديو الاول. باقي هما هذوك، هذاك الورق ديال اليدين، صابون الماكينه، صابون الماكينه الاخر كنخلطهم بجوج. داك الكرتون اللي فيه هذاك فيه ورق الحمام. وهنايا كي درت بلاتي نحس نقرب لكم حتى، المهم حتى القهوه داك الجي والسكر حداهم ديال السكر كلاصي، السكر الخشن ونيدو. وتما كاين السمن والعسل، السمن طبعا ديال الغنم، المعز ديالنا حنا كيجي من الباديه. وهنا كاينه العطريه، هنا كاين الزيتون، كاين المايونيز، كاين مطيشه مصبره. غنقرب دابا نوريكم الكونجيلاتور، من بعد غادي نوريه لكم ان شاء الله. غادي البنات كيطلبوني يشوفوا الكونجيلاتور، من بعد غادي نوريه لهم. دايره العصير والكونفيتور، المصبرات اللي مصبرنا في الدار مع بعضياتنا، اللي شتوني صاوب الكونفيتور اللي جات، كل هاد العصيرات شفناها وصاوبنا البعض منهم مع بعضنا في القناه. والحام صاوبناه مع بعض طبعا. هنا كاين لا موطارد والكيتشب وداكشي ديال السوق. وتما حاولت المهم ندير نعزل هكا لتحت، دايره هادوك المشلو الزيت والحليب. المهم نظفت هنا الموجمد ديالي، غادي نوريكم بعد. هذيك هاد البانيو هذا كنحطو فوق الموجمد، كنجيب الا بغيت نجيب شي حاجه من الموجمد كنلقى كاتب عليها اصلا ديب فريز. دابا ترتبت معانا، هي صغيره جدا وهزه بزاف ديال الحوايج، ولكن ترتبت. حبيباتي يعجبكم الترتيب ديالها؟ دابا الحمد لله نقيه، ما فيها ريحه، ما فيها حتى شي حاجه ديال الفاخر، فيها دايره البيكربونات اللي تجي باش يمتصوا ديك الرطوبه وديك الروائح الا كانت شي ريحه. اصلا ما فيها، الحمد لله اللهم لك الحمد، ما كاين حتى ريحه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك، اللهم دوم هنيعه علينا. بغيت نوري الحبات اللي معايا في الجروب،
قالوا لي ورينا المجمد ديالك، فاش جيت غادي نوري المجمد خصني كنت اصلا نرتب الغرفه، قلت غادي نرتب الغرفه علاش لا ما نصور الغرفه فاش رتبتها غرفه المؤونه او بيت الخزين. من بعد غادي نوريكم فيديو اخر للمجمد داكشي اللي صاوبنا كيفاش كدينا في المجمد. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ونتمنى ما نكونش ثقيله عليكم، مرحبتي بكم وهني بكم كاملين.